السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عايزين نعرف مين اللي انتصر في الجولة اللي فاتت بين إدارة النادي الأهلي وإدارة النادي الزمالك في الموضوع الخاص بتأجيل مباراة القمة. في البداية هنشوف ايه اللي حصل بالظبط. هنشوف ان رئيس نادي الزمالك طالب بتأجيل مباراة القمة لأنه عنده ماتش أفريقي وخايف على لعبته من الإصابة. من أسباب التعادل رقم واحد، رقم واحد تشتيت دماغ العيال في الماتش والقرار هيبقى ايه؟ رقم اتنين، العيال خايفين على رجلهم والإنذارات قبل ماتش الأهلي. نمر التلات، العيال راحت المنتخب ربع حالتهم خايفين على رجلهم أحسن يصيبوا زي ما حصل الجيش ويطلعوا. مش كل ده في دماغهم؟ اتعايز اللاعب الأهلي 19 خلاص، والعيال عندهم ماتش بعد 3 ايام مع فريق عمال يقول لك احنا اللي مش عارف مين ومعروف بيعملوا ايه، علشان العيال تخاف على رجلها وتغلب الزمالك وتعود تحفل لي. وبعد التصريحات دي بدأ ينتشر في الاعلام تأجيل مباراة القمة لحد ما طلع اتحاد الكورة وبالفعل أجل المباراة. ومش أجل وبس كده، ده حط مكان ميعاد المباراة مباراة الزمالك نفس الميعاد مباراة الزمالك والمقاولين. فطبعا دي كانت حاجة غريبة جدا، يعني ان هو حتى يعني ايه الطبيعي ان على الاقل انت أجل الجولة كلها، لأ هو حط مباراة المقاولين. اعتقد من وجهة نظري ان هم خافوا من الفريق تقريبا السنغالي اللي هيلعب الزمالك، ان هو ممكن يستغل النقطة دي لصالحه في الاتحاد الافريقي على اساس ان في دواعي امنية تمنع إقامة المباراة في القاهرة ويحاول ان هو يستفاد منها. طبعا ادارة النادي الاهلي رفضت رفض تام وقررت ان هي بالخلاصة كده ان هي مش هتلعب اي مباراة قبل ما تلاعب الزمالك. وبدأت تحصل النقاشات وبدأ رئيس الزمالك يتكلم ويقول ان الاهلي هيلعب غصب عنه. طبعا الحاجات دي كانت مستفزة جدا لحد ما جاء أمس وزير الشباب والرياضة، أو أول أمس وزير الشباب والرياضة للكابتن محمود الخطيب في بيته، وتم اتفاق على إن هم هيأجلوا الدوري لحد ما يخلصوا إيه التصفيق، لحد ما يخلصوا أفريقيا للمنتخب الأولمبي. وجهة نظري اللي نجح في الملف ده هو رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب اللي حافظ على قيم النادي واستمر ثابت على موقفه تحت اي ضغوط ونجح فعلا في ان هو يثبت ايه موقفه. اما بالنسبة للزمالك فانا وجهة نظري برضو انا شايف ان رئيس نادي الزمالك برضو نجح في ان هو كان بشكل كبير كان هيبعد عن الدوري، لان كان فارق نقطتين وبنسبة كبيرة جدا كان الزمالك هيتغلب، لان الاهلي لما بيبقى اعلى فنيا على اخر 15 سنة الاهلي اعلى فنيا صعب جدا ان هو يخسر ماتش القمة، فكان بنسبة كبيرة ان الزمالك هيخسر، خاصة ان الزمالك كان اداؤه سيء جدا الفترة اللي فاتت واستفاد تحكيميا في اكتر من مباراة، المقصة والاتحاد والمقاولين، فكان بنسبة كبيرة الاهلي كان هيفوز. فرئيس الزمالك نجح فعلا في ان هو يحقق الهدف بتاعه. انا شايف بقى الخاسر الوحيد في الجولة دي هو اتحاد الكرة اللي اصبح شكله مهمش جدا ويعني وراضي ويعني لا يليق فعلا بالكرة المصرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.